وسط أزمات الدول الاقتصادية، أحدثت ظاهرة الاحتباس الحراري الكثير من المتاعب للاقتصاد العالمي. وفقاً للتقارير الدولية، تعد الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين في انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وتسببت خمس من أكبر الدول التي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري في خسائر اقتصادية عالمية بقيمة 6 تريليونات دولار منذ عام 1990 إلى عام 2014. تسببت الولايات المتحدة في خسائر اقتصادية بقيمة 34 مليار دولار في الفلبين خلال الفترة من 1990 إلى 2014، وسعت العديد من البلدان النامية إلى حمل الدول الصناعية على دفع ثمن الخسائر والأضرار التي تربطها بعقود من الانبعاثات. التوقعات تشير إلى تصاعد درجة الحرارة في العالم لتتجاوز درجة ونصف الدرجة المئوية، وذلك للمرة الأولى خلال السنوات المقبلة. ومع ارتفاع درجات الحرارة، شهدت بعض الدول حرائق في الغابات، حيث أعلنت الجزائر وفاة 15 شخصاً وإصابة 26 آخرين، بينما تسببت حرائق غابات جزيرة رودس اليونانية المستمرة في مزيد من عمليات الإجلاء. فترى ماذا ينتظر العالم في ظل التغيرات المناخية؟